الزحمة، زهقان من كل حاجة، وانا نفسي في اختراع يقلب شنطتي تلاجة وعربيتي مركب بشراع. في ناس بتقضي يومها في حاجات ملهاش لزوم، وفي ناس من كتر همومها قربوا يطلعوا من الهدوم. طلعنا يا استاذ طلعنا. انا كده يا عم، انا كده يعني لو سمعت يعني يحصل ايه يعني؟ هتلاقي الوقت عدى من غير ما تحس صداع، وان حتى مفيش مخدة خدلك حباية صداع. هتلاقي الوقت عدى من غير ما تحس صداع، هتسمع حاجة للصداع، حتى مفيش مخدة خدلك حباية صداع. حباية صداع الحلقة التاسعة. أم علي وجودي لسه قاعدين عند سونسون وفهيم ونعيم، وأم علي قررت تعمل عيد ميلادها. ايه يعني مش هتقولولي كل سنة وانتي طيبة؟ ليه يا أم علي خير؟ عيد الأم ولا ايه؟ لا يا خفيف، عيد ميلادي. لا يا شيخة، طب كل سنة وانت طيبة. عندك كام سنة بقى النهاردة؟ ايه السؤال ده؟ حد يسأل أنثى عندك كام سنة؟ وبعدين يعني مالك بتقولها كده ناشفة من غير أي هدية؟ انا بقى اللي هقولها لك طرية وبهدية. كل سنة وانتي طيبة ومن قلبي قريبة. انا انت يا سفهيم، والله ده احلى يوم في العمر والنعمة. انا ما كنتش ناوي اعمل عيد ميلاد، لكن ده انا هعمل عيد ميلاد ولا اي عيد ميلاد. أم علي قاعدة بتكتب دعوات العيد ميلاد وبتجهز الأكل والشرب والزينة. بتعملي إيه يا أم علي؟ بعمل الدعوة يا أخوي عشان أعزم كل الناس والأهل والجيران ونعمل ليلة حلوة كده. طب ونعيم وجودي هتقول لهم؟ طبعا أنا هعمل بقصدي وأقول لهم، ولو إنهم يعني ما يستهلوش. يعني هيحضروا بس ولا هياكلوا شندوتشات كمان؟ والله اللي انت تشوفه يا سفهيم. خلاص سيبيني انا بقى الموضوع ده. هو نايم، انا زهقانه وكل ما اقولك على حاجه تقولي مفيش فلوس مفيش فلوس. كمان هو انت بتطلبي حاجات بفلوس كتير قوي يا جودي؟ اوكي ليتس جو فور ا ووك. ولا دي كمان عايز فلوس؟ طبعا عايزه فلوس. مش في دوره ولب وحمص وقبلهم في جل؟ Oh my god. طب انا جعانه. I'm so hungry. قولي يا ربي اندهولنا ياكلونا اي حاجه، نصلي شامم ريحه اكل. انت جعانه قوي يعني؟ Extremely hungry. انا بطني فيها a lot of birds. تعمل سو سو سو. تعمل ايه؟ سو سو سو. Please. بهزر بهزر، كل واحد خليك قاعدين مكانكو. هاي يا جماعه ازيكم، انا بيتر، ومن اولها كده نتفق مع بعض، اللي هيقول لي بيتر هيتاخد على البوكس. هابي بيرثدي يا ام علي. السلام عليكم، منورين يا رجاله. ازيك يا ام علي؟ كل سنه وانت طيبه يا ام علي. والله يا جماعه انا مبسوطه قوي ان انتوا كلكم هنا، والنبي عايز اسمع زخروطه بقى. لو 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 لي هابي بيرثدي يا ام علي، كل سنه انت طيبه. هو مفيش اكل؟ ام سو هانجري. في اختي بس ريحي كده شويه. نايم نايم قالت لي ان في اكل، بس قالت لي ريحي شويه. بجد؟ ايوه. طب ريحي بقى شويه. انا عرفت انا هتصرف ازاي. الو ايه شندويلي، انت فين؟ في المحل؟ طب سيب الراس اللي في ايدك وتعالى، عايزك في مصلحه جامده قوي. السلام عليكم. اهلا اهلا يا ابو الفنانين. طبعا يا جماعه ده الفنان الكبير شندويلي، السيد شندويلي، وجاي جاملني ويفرح معانا. فنانين في بعض بقى كلنا مع بعض. يا دي النيل على الواد اللي شبه الاستيكه ده، هيغني بقى ويقرفنا ويوجع لنا بطننا بقى. طب يلا بقى كله على السقف ونغني حاجه مع بعض ابو الانعام. يلا بينا. سلامتها ام حسن. اسمها ام علي. ام علي حاضر. سلامتها ام علي من العين ومن اي حاجه. علي سلامتك يا علي. الف سلامه يا ام علي. فين هي راحت؟ فين ام علي؟ فين ده مغني ده ايه القرف ده؟
خد يا عم البرغوت بتاعك ده وخش جوه بلا وجع قلب وداد. بقول لكم ايه، انا مش عايزه نكد، الليله ليلتي وان شاء الله دي بروفة على الليله الكبيره. اسمع امين، اسمع امين. طب يلا بقى يا ام علي نغني حاجه مع بعض، سمعينا حاجه كده وكله جاهز نفسه يا جماعه عشان كله هيغني مع بعض. ابن الجيران اللي هنا صادي مش عارفه بس اعمل له ايه، عمال يصفر كده وينادي. مش فاكره بقى يا جماعه البي، والله مكسوفه مكسوفه. بقول لك يا ابو الانعام، ما جيب لنا الست الاجنبيه دي تغني شويه كده نسمعها يا سيدي، وبعت المحل نقصقص لها اغنيه على مقاسها. بقول لك يا جودي. يس بيب. غني يمكن ناكل. اه كمان ريلي. اه يعني اي اغنيه حلوه. خلي بالك كل ما الاغنيه تبقى حلوه كل ما يمكن ناكل اكتر. داليدا از ا جود سونج نو. ايه داليدا؟ اه حلوه. نحب نتعرف ورانا ايه؟ تعرفي على مين؟ تعرفي على ايه؟ نحب ايه هو ايه اللي كم اف ايه؟ تعرفي على مين ياما؟ انا صعيدي. طب يا جماعه بمناسبه الليله الجامده دي عشان خاطر ام علي بس هغني لكم اغنيه جامده. طبيب جراح جروح الناس داويها، ويا مجراح سهرت الليله داريها، شافوني قالوا متهني في عز الليل ما غني، شافوني قالوا متهني. اوعى 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 يا عم، خلي الناس التقيله الفنانين الكبار اللي زي تغني. الليلة كبيرة يا ريس والعالم كتيرة، مليين الشوارع ياما والليل والمكان. يا حاسب عمنا، حاسب الرئيس ده على المركب. رئيس ايه هنا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ صوتك وحش. انا حكومة مغبر. حكومة حكومة براحتي. انا مع اني ظابط ومش المفروض اغني خالص، بس انا طبعا لازم اغني علشان ام علي عيد ميلادك. هابي بيرثدي. If you can make your mind up you will never get started, and I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. And if you don't, dear, confess. But please don't tell me. Confess, perhaps, perhaps. لا مؤاخذة يا باشا، عشان بس الناس مش فاهمة هنا حاجة يعني. لا مؤاخذة معلش. بيب مش أنت فنان ومطرب نعيم؟ Please sing for me. حبيبتي أنا بس عندي بلغم النهاردة. Please come on sing something. صدقيني بلغم جامد. بليز. ايه ده، هو الامور ده بيغني؟ طب غني حاجة بقى يا كروان. يلا يا نعيم، مع اني يعني مش طايقاك بس الصراحة يعني اقول الصراحة صوتك حلو، غني بقى الاغنية دوك هدي اللي انت كنت بتغنيها في المطبخ اول ما عرفتك، اسمر يا سمراني دي، مع اني بدا قوي يعني. يا جماعة انتوا مصرين كلكم، بس انا بجد تعبان عندي بلغم جامد. طب خلاص 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 هغني لكم أغنية، هي أغنية قديمة بس ده توزيع جديد للأغنية، توزيع أنا. بابا بابا قول لي ماما دح بابا أبح، تاتا فيها واوا يح، تاتا فيها واوا 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 يح. This is too bad. صوتك وحش قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ يخيبك، هو انت اللي كنت بتغني في المطبخ؟ امال مين اللي كان بيغني في الحمام؟ ايه ده ايه ده، انت قصدك الواد ابو صوت وحش ده؟ طبعا مش انا، ده فهيم. ده بجد يا سي فهيم؟ ما انا حاولت افهمك وانت اللي قعدتي تقولي هيفا وما هيفا ووهبة وما وهبة. انا الله يا سي فهيم، قد ايه صوتك حساس ورومانسي. انت مرتبط؟ لا مش مرتبط يا ام علي، وبصراحه كده عايز ارتبط بيكي. بجد يا اخويا؟ موافقه موافقه. امتى؟ طب امتى؟ فين؟ ها يلا ننزل تجيب الشبكه. طب اقول لك الدبله الاول. طب ما تيجي نبص على الشقه، اقول لك نروح بكره دمياط نشوف العفش، الخشب حلو قوي هناك والله. يلا. لا مؤاخذه يا استاذ، ما تعرفناش، انا عايز نمرة حضرتك، ويا ريت يحصل تعاون بينا. انا بعون الله شندويلي، السيد شندويلي. انا بالفعل معجب بيك جدا يا استاذ شندي، ده لازم يحصل تعاون ما بيننا. بجد انت تؤمر يا برنس، انا تحت امرك في اي وقت. انا عايز احلق كابوريا واعمل السوالف طلياني. ما احلقلكش احلاق الزيدان بالمره. حبايه صداع بطوله تامر عادل. اهلا اهلا يا استاذ شندويلو. انتوا شندويلو مين؟ كريم خطاب. ما حدش يضرب. هشام فرج. مشهد اتنين. زهرة رامي. انا هايفة. عايدة سعودي. هاي باي. باسم كمير. بوليس. محمد صلاح. يا قيوم. عم جنس. عمك طالح. حسين جابر. السلام عليكم. فكرة
تامر عادل وكريم خطاب، صوت الراوي ناردين فرج. طبعا هتعملوا الميكنج عليا انا في الاخر، مفيش حد. هندسه صوتيه هشام فرج، تاليف واخراج كريم خطاب، تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات راديو نيل.